وسهلا فيكم جديد في كورس تفاضل وتكامل. ان شاء الله اليوم رح ناخذ الاشتقاق لداله كثيره الحدود. في المحاضرات السابقه اخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف للجذر التربيعي وللاقتران التكعيبي وللقيمه المطلقه، ودخلنا الاشتقاق باستخدام التعريف عن قيمه معينه، والاشتقاق باستخدام التعريف اخذنا له ثلاث محاضرات، محاضره الجزء الاول ومحاضره الجزء الثاني محاضرة الجزء الثالث اللي هي كانت اشتقاق القيمة المطلقة واستخدام التعريف. الثلاث محاضرات راح احط الرابط لهم اسفل الفيديو ان شاء الله، وكمان رابط القناة راح احطه اسفل الفيديو. خلينا نبدا اليوم ان شاء الله مستمرين. راح ناخذ اليوم ديريفاتيف اوف بولينوميال اللي هي مشتقة كثيرة الحدود. كثير من الطلبة بعثوا لي بدهم اشتقاق الدالة كثيرة الحدود. راح ناخذ اليوم اشتقاق الدالة كثيرة الحدود باستخدام القانون. راح نشوف بالأول كيف قبل ما نبدأ نستخدم القانون، قبل ما نبدأ نشتق راح ناخذ تنويه صغير عن كثيرات الحدود. شو يعني دالة كثيرة الحدود؟ راح ناخذ الدالة كثيرة الحدود من الدرجة الصفرية، الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، لعن أي درجة ممكن عندي N اللي هي درجة 100، درجة أي درجة يعني. اف الاكس بدها تساوي 1، هذه دالة كثيرة حدود من الدرجة الصفرية، أو بنسميها اقتران ثابت. كيف اقتران ثابت؟ الاقتران الثابت اللي هو بكون عدد اللي هو بكون مضروب باكس مرفوع على صفر. معنى كثيرة الحدود يعني بده يكون فيها اكس مرفوع لأس. لو كان الأس هذا صفر بيكون اقتران ثابت. ليش؟ لأن الواحد هي بالأصل واحد مضروبة في إكس مرفوع على أس صفر، لأنه إكس مرفوع على أس صفر تعطيني واحد. فلو كانت عندي أف الإكس هي عبارة عن 2، بالأصل هي 2 مضروبة في إكس أس صفر. ليه؟ لأن 2 في إكس أس صفر رح يعطيني 2. فالاقتران الثابت هو اصلا اقتران كثير حدود من الدرجة الصفرية. إذا الاقتران الثابت هو اقتران كثير حدود من الدرجة الصفرية، اللي هو بالاصل اكس يساوي اكس مرفوع على اس صفر يعني 1. لهيك احنا ما بنكتب الاقتران الثابت ما بنكتب اكس اس صفر، بنكتب على طول 1 2 اف الاكس بدها تساوي 5، اف الاكس بدها تساوي سالب 4، اف الاكس بدها تساوي 19، اف الاكس بدها تساوي 25، اف الاكس بدها تساوي جذر 9. كل هذا اقترانات ثابته. الاقتران الثابت هو عدد فقط، ما فيش فيه اكس مرفوع على اس 1 او 2 او 3، لان هي بالاصل مضروبه في اكس اس 0. هذه 5 هي مضروبه في اكس اس 0، ليش؟ لان الاكس اس 0 هي اصلا 1. هذا الاقتران اول اقتران كثير حدود اللي هو من الدرجه الصفريه. ناخذ الاقتران الخطي. الاقتران الخطي هو ايضا اقتران كثير حدود من الدرجة الأولى. لو كانت اف الاكس بدها تساوي اكس، إذا كانت الاكس مرفوعة على أس 1، أكبر أس عندي في الدالة 1 بنسميه اقتران خطي، أو اقتران كثير حدود. هي هذه معناها البولينوميال، معناها كثير حدود. بولينوميال معناها كثير حدود. في عندي كثير حدود من الدرجة الصفرية أو من الدرجة اللي هي الدرجة الأولى اللي هو هذا بنسميه خطي، اللي من الدرجة الصفرية بنسميه اقتران ثابت. فالاقتران الخطي هو أكبر أس دائما للإكس عندي 1، فالإكس ممكن يكون مضروب فيها 2 أو ممكن يكون مضروب فيها أي عدد موجب أو سالب. فأف الإكس سالب 2 إكس هذا اقتران إيش؟ خطي. لو كانت عندي 3 اكس زائد 5 هذا اقتران خطي. ليه؟ لانه اكبر اس عندي موجود هنا 1، هي لانه الخمسه هذه هي عباره عن 5 مضروبه في اكس الصفر، لكن احنا ما بنكتبها. واضح؟ فهذا شكل اقتران الخطي. فممكن يكون عندي 9 ناقص اكس، برضه هذا اقتران خطي لانه اعلى اس عندي هنا في المعادله 1، اكس مرفوع على اس 1. ممكن يكون 11 زائد 3 اكس، ممكن يكون مثلا سالب 27 زائد
4 اكس اعلى اس واحد بسميه اقتران خطي. طيب نيجي للاقتران التكليفي. اذا حكينا الاقتران الخطي بكون اعلى اس عندي ايش؟ واحد. خلينا ايش؟ نوضحها. الاقتران الثابت هي واحد في اكس والصفر. نيجي ناخذ الاقتران التربيعي. لو كانت عندي اكس تربيعي يعني اعلى اس عندي في الداله هان تربيعي بسميه اقتران تربيعي اللي هو اقتران من الدرجه الثانيه، كثير حدود من الدرجه الثانيه بيكون اسمه ايش؟ اقتران تربيعي. ممكن انه انا لازم يكون عندي اعلى اس 2، ممكن الاكس يكون مضروب فيها عدد موجب او سالب، مجموع لها عدد موجب او سالب، يعني ممكن يكون الاكس على سبيل الاخذ الاكس على سبيل المثال 4 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 1. هذا اقتران تربيعي، ليش؟ لانه اعلى اس عندي في الداله 2. مع انه في اس 1 في هنا اس 0، صح؟ لكن انا بسمي كثير في الحدود تبعا لاعلى اس موجود فيها. هي اكس مرفوع على اس 2، ممكن يكون عندي اقتران تربيعي 5 اكس تربيع زائد 10، اكس تربيع ناقص 1، اكس تربيع ناقص 9، 3 اكس تربيع زائد 11. يعني شكل الكثير الحدود من الدرجه الثانيه اللي هو بنسميه اقتران تربيعي بالشكل هذا. المهم اعلى اس في لازم يكون اكس تربيع. ممكن يكون الاكس تربيع لواحد ما مضروب فيها عدد مضروب منها عدد مضاف لها حدود ثانيه. يعني هذا كله بسميه كثير حدود من الدرجه الثانيه لانه اعلى اس عندي 2. طيب لو انا عندي اعلى اس 3 شو بدي اسميه؟ شو بدنا نسميه؟ لو كان عندي اف الاكس هي اكس تكعيب، يعني اعلى اس 3 عندي في الداله بسميه اقتران تكعيبي. ممكن الاقتران التكعيبي يكون بأكثر من شكل، يعني الإكس ممكن يكون مضروب فيها هنا عدد، ممكن جذر 3 إكس تكعيب زائد 5 إكس. هذا اقتران تكعيبي ليه؟ لأنه أعلى أس 3، مع إنه في عندي هنا أس 1. ممكن يكون 11 إكس تكعيب ناقص 10، ممكن يكون 9 ناقص إكس ناقص إكس تكعيب. ممكن يكون 1 زائد 2 اكس زائد 10 اكس تكعيب. دائما انا بسمي الاقتران الموجود عندي تبعا لاعلى اس هو موجود فيه. فكثير في الحدود من الدرجه الثالثه بنسميه اقتران تكعيبي. فالاقتران التكعيبي هو كثير حدود من الدرجه الثالثه. هو اقتران كثير حدود من الدرجه الثالثه. طيب ناخذ لو كان عندي مرفوع لاس 4، يعني لو كانت اف الاكس اعلى اس فيها اس 4 مرفوع لاس 4، ما له اسم اقتران مربع او شيء، نسميه هيك بشكل عام. فبنبدا من عند الاربعه فاكبر نسميه كثير حدود من الدرجه الرابعة اللي هو أعلى أس فيها 4. ولكن لو كان درجة صفرية أو أولى أو ثانية أو ثالثة له مسميات أخرى. ممكن يكون اقتران كثير الحدود اللي من الدرجة الرابعة حكينا نفس الاقترانات السابقة، مضروب في عدد 2 أس 4 2 إكس أس 4 ناقص 5 إكس مجموع أو مضاف له أي عدد زائد 3 بس. هو لازم يكون إيش؟ يعني حد معين. ممكن يكون عندي كثير الحدود من الدرجة الخامسة، يعني ممكن لو كانت x أس 5 زائد 3 x زائد 4 هذا بسميه كثير حدود، لكن هذا كثير حدود من الدرجة الرابعة. هذا اللي عندي هان x أس 5 زائد 3 x زائد 4 كثير حدود من الدرجة الخامسة. لو كانت f الاكس عندي هي عبارة عن 3x
زائد 9 إكس تربيع زائد 10 إكس أس 6. هذا بسميه كثير حدود من الدرجة السادسة. ليش؟ لأنه أعلى أس عندي هذا يعتبر واحد، أعلى أس عندي 6، فبسميه كثير حدود من الدرجة السادسة. هذا كثير حدود من الدرجة الخامسة. ممكن يكون عندي أف الإكس هي عبارة عن إكس أس 9 زائد إكس أس 10 زائد 2 إكس ناقص 5. هذا بسميه كثير حدود من الدرجة العاشرة. طيب لو كان عندي أف الإكس هي عبارة عن إكس أس أن زائد 3 إكس، فبنسميه هذا كثير حدود من الدرجة النونية. واضح؟ فدائما أنا بسمي كثير الحدود تبعا لأعلى أس موجود عندي. إذا هذا كثير حدود من الدرجة النونية لأنه مرفوع لأس نون. طيب نيجي ناخذ اشتقاق كثير الحدود. فنيجي بشكل عام بعد ما شفنا أو تعرفنا على أنواع كثيرات الحدود، سواء كثير حدود من الدرجة الصفرية أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الدرجة الرابعة أو الدرجة النونية أو أي درجة عندي، صار معروف عنها شكل الإلكترون كثير الحدود. نيجي ناخذ اشتقاق كثيرات الحدود. أول حاجة إحنا حكيناها في كثيرات الحدود، أول اقتران عندي في كثير الحدود هو الاقتران الثالث أو الاقتران الصفري. يعني لو كانت أف الإكس بدها تساوي 2، هذا اقتران ثابت. شو مشتقه؟ على طول مشتقه اف داش دال اكس بدها تساوي 0. اي اقتران ثابت عندي او اقتران من الدرجه الصفريه على طول مشتقه 0. هذه اول شيء. فلو كانت عندي اف الاكس بدها تساوي سالب 5، هذه اف الاكس على طول مشتقه اف داش الاكس بدها تساوي 0. خليني أعملهم بجدول. هاي بتأكد هان اف الاكس وهان اف داش للاكس. لو كانت اف الاكس هي عبارة عن 5، مشتقتها مشتقة الاقتران الثابت أو العدد صفر على طول. لو كانت اف الاكس هي 2، مشتقتها على طول 0. لو كانت هي جذر 3، مشتقتها 0. لو كانت 4 0، لو كانت سالب 3 مشتقتها 0 على طول. أي عدد مشتقة الواحد 0، مشتقة السالب 2 0، مشتقة سالب 25 0. فأي اقتران ثابت عندي هذا بنسميه كل هذه اقترانات ثابتة، أي اقتران ثابت مشتقة على طول 0. طيب نيجي ناخذ مشتقة الإكس أس نون. حكينا لو كانت اف الاكس عندي بدها تساوي اكس اس نون، يعني اقتران كثير الحدود من الدرجة النونية. ايش مشتقته؟ قبل ما ناخذ مشتقته، المشتقة رمزها اف داش الاكس او لها رمز ثاني هي دي على دي الاكس، يعني بدي اشتق بالنسبة لاكس. دائما انا بشتق بالنسبة للمين؟ للي في المقام. يعني مشتقة بدي اشتق الاقتران اللي عندي بالنسبة لاكس. فهذا رمز المشتقة الأولى وهذا رمز المشتقة الأولى عند إكس. إذا هذول الاثنين هو رمز المشتقة الأولى للاقتران عند إكس. لو أنا كتبت لو أعطاني بالسؤال دي على دي زد، يعني معناه إنه أنا بدي أشتق الدالة بالنسبة لزد. فمعنى إن إكس هاني إنه أنا بدي أشتق الدالة اللي عندي بالنسبة لمين؟ لإكس. إذا لو أعطاني طلب مني فاين اف داش على طول ممكن هو يعطيني اياها بأكثر من رمز، اف داش فاين اف داش دال اكس، أو يقول لي أوجد فاين دي على دي اكس، بعرف إنه طالب المشتقة الأولى عند اكس وأنا طالب المشتقة الأولى عند اكس. نرجع نشوف كيف بدي أجيب اف داش للإكس إذا كانت هي عبارة عن مين؟ اقتران كثير الحدود من الدرجة النونية. بقول لي أول حاجة في كثير الحدود من الدرجة النونية بدي أنزل الأس تحت. أنا هي عندي بكتبها هان أف الإكس هي عبارة عن إكس أس أن.
فمش حطيتها اول حاجه بدي اعملها انزل الاس بالاول، انزل الاس هاي هي انا، واحكي اكس ناقص. هل الاكس بعد ما انا نزلت الاس اخليها بدون اس؟ لا، بقول له خد من الاس القديم واحد وحطه. اذا مشتقه الاكس اس نون هي عباره انه الان بتنزل الاس اللي عندي بينزل، والاكس بيصير الاس تبعها الجديد هو عباره عن الاس القديم ناقص واحد. يعني لو كانت انا عندي اف الاكس بدها تساوي اكس تربيع، نشوف كيف بدي اشتقها. انا بدي اكتب اف داش للاكس، اكس تربيع ايش مشتقتها؟ بدي انزل الاس بالاول هذا، يعني بدها تصير 2 اكس. ايش الاس الجديد؟ هو 2 ناقص 1، وهذا شو بده يعطيني؟ 2 في اكس، 2 ناقص 1 2، هاي ال 2 عندي كم هي؟ الاكس اس مين؟ 2 ناقص 1 1، فصارت عندي مشتقة الاكس تربيع هي 2 اكس اس 1 اللي هي 2 اكس. وضحت؟ ناخذ كمان مثال، لو كان عندي اكس تكعيب، ايش مشتقة الاكس تكعيب؟ بيحكي لي نزل الاس 3 مضروب في اكس، ايش الاس القديم؟ 3 ناقص 1، هذا بيصير مين؟ مقدار الاس الجديد. ويساوي اللي هي عبارة عن 3 اكس تربيع. إذا بنعيد ثاني، المشتقة عند اكس تكعيب هي اف الاكس الثانية اللي هو معطيني إياها. المشتقة عندها أول حاجة بدي أعمله أنزل الاس الجديد القديم عفوا 3، والاكس ما بخليها هيك بدون اس، هو الاس الجديد حيصير 3 ناقص 1 هو الاس القديم ناقص 1، بصير 3 اكس تربيع. اذا مشتقة اكس تكعيب هي 3 اكس تربيع. طب لو كان انا عندي اكس اس 9، ايش مشتقتها؟ على طول بدي انزل الاس بدها تصير اكس اس 8. من وين اجت 8؟ حكينا 9 ناقص 1 بدها تصير 8. نكتبها هان ابسط بلاش يكون من وين اجت 8. نعملها بخطوتين. هيدا مشتقتها هي اف الاكس هي اكس اس 9، مشتقتها هي عباره عن 9 في اكس اس 9 ناقص 1، يعني 9 في اكس اس 8. طيب لو كانت انا عندي اكس اس 15، شو مشتقتها؟ هي ال 15 بتنزل مضروبه في اكس اكس اس 15 ناقص 1 اللي هي 15 اكس اس 14. اعتقد هيك صارت واضحه كيف مشتقه كثيره الحدود. طيب ناخذ لو كانت عندي كثيره الحدود من الدرجه، اخذنا احنا من الدرجه الصفريه مشتقتها على طول صفر، يعني مشتقة أي عدد صفر. طب لو كانت اف الاكس هي عبارة عن اكس، خليني اشيل الجدول ثواني بس. لو كانت اف الاكس هي عبارة عن اكس، يعني اكس اس 1، شو مشتقتها؟ أنا القانون بيحكي لي مشال اس 1، القانون بيحكي لي إنه أنا أنزل الأس اللي عندي، يعني هاي واحد مضروب في الاكس للقوة الجديدة اللي هو الاس الجديد واحد ناقص من واحد اللي هي من القانون اللي هو الاس اللي عندي ناقص واحد، ويساوي هاي واحد اكس واحد ناقص واحد صفر. طيب اكس والصفر حكيناها دائما بتساوي واحد، اي اشي مرفوع لاس صفر هو واحد، اي شيء اي عدد اي متغير مرفوع لاس صفر بيعطيني واحد، يعني اكس اس صفر واحد، واي اس صفر واحد، زد اس صفر واحد، 3 اس صفر واحد، حتى العدد لما ارفع لاس صفر راح يعطيني واحد، 5 اس صفر واحد، 1 اس صفر واحد، واضح؟ اذا هذا هتصير عندي واحد. إذا صارت عندي مين هذه المشتقة؟ مشتقة الإكس هي واحد. نفس الإشي لو كان أنا عندي أف الإكس هي 2 إكس. إذا دائما 2 إكس. هذه الأس تبعها واحد، صح؟ أجي أجيب المشتقة لإلنا. أنا بقول لها هي الاثنين عندي كم هي؟ بضربها زي ما هي، ما بتختلفش. ايش الاس اللي عندي من واحد بينزل مضروب في اكس اس صفر، واحد يعطيني
اثنين في واحد واحد في واحد فهي بتيجي اثنين. اذا مشتقة الاقتران الخطي، مش هذا اقتران خطي من الدرجة الاولى لو كان اكس فقط، ايش مشتقته دائما؟ هو معادل الاكس. يعني على طول لو كانت عندي اف الاكس بدها تساوي 3 3 اكس، اف داش الاكس على طول 3. لو كانت اف الاكس 4 اكس مشتقتها 4، لو كانت اف الاكس سالب 9 اكس مشتقتها على طول سالب 9. لو كانت اف الاكس هي عبارة عن جذر 2 اكس، ايش مشتقتها؟ جذر 2 على طول، اللي هي معامل الاكس. اذا مشتقة اي شيء بس مطلوب في اكس مشتقه على طول معامل مين؟ معامل الاكس. هذا اللي بنسميه معامل الاكس. هذا هيك بنسميه معامل الاكس، بس ان ناقص واحد، الاثنين هذه معامل الاكس. خلينا الواحد هذا بنسميه معامل الاكس اللي موجوده عندي. طيب لو كانت مثلا عندي اف الاكس هي عباره عن سالب 4 اكس، ايش مشتقتها؟ على طول المعامل الاثنين، لانه هذه واحد. إذا كانت الأس واحد فمشتقتها على طول العدد اللي عندي، واضح؟ هي سالب 4 على طول مشتقتها مين؟ سالب 4 إكس مشتقتها سالب 4. طيب هيك أخذنا مشتقة الاقتران الصفري، مشتقة الاقتران الخطي، مشتقة الاقتران التربيعي، ومشتقة أي كثير من الدرجة النوعية. طيب نيجي بس نكتبهم ثاني قبل ما ناخذ مسائل عليهم، اللي هي مسائل تكون مجموعه يكون الاقتران عندي اكثر من حد فيه. ناخذ هان بس ننوه شوي. بي على بي اكس للسي، السي هذه اي عدد ثابت؟ عدد ثابت. حكينا احنا مشتقه كثير من الحدود من الدرجه الصفريه على طول شو مشتقتها؟ صفر. اللي هي مشتقة أي عدد، السي هذه ممكن تكون عدد، فمشتقة أي عدد صفر. مشتقة الأس واحد على طول واحد، اللي هي معاملها اللي هنا. إذا مشتقة كثير من الحدود من الدرجة الأولى واحد، الإكس لو كانت إكس عندي. طيب مشتقة الإكس تربيع هي عبارة عن اثنين إكس أس واحد، صح؟ لأنه بقى من الأس واحد. مشتقة الإكس تفعيل هي 3 اكس تربيع. طب مشتقة دي على دي اكس لاكس اس 4 حكينا هي عبارة عن مين؟ 4 اكس تكعيب. طيب لو انا عندي دي على دي اكس لاكس اس 5 شو مشتقتها؟ 5 اكس اس 4. طيب لو انا حكينا قبل شوي لو كانت الاكس هذه مضروب فيها عدد، يعني لو كانت كثيرة الحدود بالشكل هذا دي على دي اكس لاي اكس اس ان، هذا بشكل عام لو كانت الاكس اس ان الان شو ممكن تكون صفر او واحد او اثنين او اي عدد موجب. الاي ممكن تكون عدد سالب، عدد سالب يعني رح تنزل بالمقام. الاي هذا ممكن تكون اي عدد موجب او سالب. ايش مشتقتها؟ على طول انا الاي بتضلها كما هي. الاكس اس ان ايش اخذنا مشتقتها؟ هي ان في اكس مرفوع على ان ناقص واحد. اذا على طول بتصير عندي مشتقه اي اكس اس ان هي اي ان في اكس اس ان ناقص واحد. يعني لو انا عندي 3 اكس تكعيب ايش مشتقتها؟ يعني بدي المشتقه لها 3، هي الثلاثة الأصلية اللي عندي مضروبة في الثلاثة اللي هي في الأس، مضروبة في إكس أس 3 ناقص 1 يعني 2، إحنا عندنا 9 إكس تربيع. طب لو كانت عندي الدالة أف الإكس بدها تساوي 5 إكس تربيع، شو مشتقتها؟ على طول مشتقتها هتعطيني 5 أضربها في 2 بدها تنزل تحت، مضروبة في مين؟ في إكس أس 1، يعني هيعطيني 10 إكس أس 1 يعني 10 إكس. هي هذه مين؟ مشتقة الاكس، مشتقة اف الاكس. طيب لو كانت عندي مثلا انا اف الاكس معطيني اياها 11 اكس تربيع، نشوف المشتقة لها كام؟
ولو كانت عندي مثلا 3x اس 5 سالب 4x اس 10 سالب x اس 3. نشوف ايش مشتركه. 11 x تربيع على طول ال 11 زي ما هي، من تنزل بضربها في 2 في x 2 ناقص 1 1، يعني هيعطيني 22 x. طيب 3 في x اس 5 في المشتقة 3 كما هي مضروبة ال 5 بتنزل في ايش؟ 5 ناقص 1 4 ويساوي 15 x اس 4. هذه لمين؟ للمشتقة. كيف انا جبت الاربعة هذه؟ اللي هي على القانون هذا، مشتقة الاكس اس ان بنزل الاس تحت، هي بينزل الاس في الاول، بعدين الاس نجد بيصير ان ناقص 1. طيب ايش مشتقة سالب 4 في 10 اس في اكس اس 10؟ هي سالب 4 كما هي، الاس بده ينزل بدها تصير 10 في اكس اس 9 اللي هي 10 ناقص 1 ويساوي سالب 40 في اكس اس 9. اذا انا العدد اللي هان باخده مع اشارته اللي هو بنسميه هذه الاعداد معامل، هذه معامل اكس تربيع اللي هي 11، معامل اكس اس 5 3، معامل اكس اس 10 سالب 4، معامل اكس 70 سالب 1. ايش مشتقة سالب اكس 70؟ هي السالب 1، هذه سالب معناها سالب 1، بس احنا الواحد ما بنعرفه. سالب 1 مضروب في مين؟ في ال 3 مرفوعة مضروبة في اكس اس مين؟ 3 ناقص 1 2، يعني هيعطيني سالب 3 اكس تربيع. إذا مشتقة سالب اكس تكعيب هي سالب 3 اكس تربيع. هيك بنكون أخذنا قوانين الاشتقاق كثير الحدود بكل أنواعه، كل أنواع كثيرة الحدود هي مشتقتها اللي احنا أخذناها. رح ناخذ أسئلة على كثيرة الحدود لما تكون كثيرة الحدود فيها أكثر من حد مش لوحدها، يعني هذه مثلا كثير الحدود من الدرجة التربيعية لوحده، يعني 3 إكس أس 5 كثير الحدود من الدرجة الخامسة لوحدها. رح ناخذ إنه مثلا تكون كثيرة الحدود عندي أكثر من حد فيهم. ثانية بس أمسح. هاي عندي مجموعة أسئلة كل هدول كثيرة حدود، رح ناخذ هاي عندي f x تساوي x تربيع زائد 1، هذه كثير الحدود من الدرجة الثانية، ليه؟ لأنه أعلى أس 2. 3 x تربيع ناقص 5 x زائد 4، هذه كمان كثير الحدود من الدرجة الثانية. x أس 4 زائد 2 x تربيع ناقص x، هذه كثير الحدود من الدرجة الرابعة لأنه أعلى أس 4. x أس 6 زائد 2 x أس 4 زائد 5 x تربيع. عندي في السؤال f x x تربيع زائد 1 مشتقتها على طول الاكس تربيع، حكينا بينزل الاس وباخذ منه 1، 2 ناقص 1 1 زائد مشتقة الواحد مشتقة أي عدد؟ 0، فعلى طول مشتقتها هي 2 اكس، هذا مين؟ اف داش للاكس اللي هي مشتقة اف الاكس. إذا مشتقة اكس تربيع زائد 1 2 اكس. نيجي لمشتقة السؤال الثاني، معطيني 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 4. ايش مشتقة 3 اكس؟ حكينا ال 3 كما هي طبقة هيك، بعدين بنزل الاس 2 مضروب في اكس، اخذ من ال 2 1، 2 ناقص 1 1 ناقص 5 اكس، ايش مشتقتها؟ حكينا على طول لو كانت الاكس اس 1 مشتقتها هي مين؟ المعامل اللي عندها على طول، زائد ايش مشتقة الاربعة؟ 0 ويساوي 3 في 2 6، اكس اس 1 بكتبها اكس لهيك زي هيك ناقص 5 لأن الصفر خلاص بتكون، هذه مين؟ المشتقة. طيب لو كان أنا عندي f من x هي عبارة عن x أس 4 زائد 2 x تربيع ناقص x، على طول مشتقتها الأربعة حكينا بتنزل هنا معاملها واحد، هي 4 في x أس 4 ناقص 1 3 زائد 2، هذه الاثنين اللي بالاصل اللي هي معامل اكس تربيع، والاثنين الاس بتنزل هاي بتنزل هان في اكس، الاس تشديد 2 ناقص 1 1 ناقص ايش مشتقة الاكس؟ حكينا لو كانت الاكس الاس لها 1 فمشتقتها على طول اللي هي معامل الاكس تحت الاشارة يعني سالب 1، وهذه بدها تصير معي 4 اكس تكعيب زائد 4 اكس ناقص 1،
نيجي عندي لو كانت اف الاكس هي عباره عن اكس ناقص 3 اكس تربيع، نشوف ايش مشتقاتها. حكينا الاكس لو كان الاس لها واحد، شو مشتقتها على طول؟ اللي هي المعامل يلي عندنا، معاملها هم واحد، فمشتقة اكس اس واحد اللي هي واحد، ناقص هاي الثلاثة كمان هي ايش مشتقة الاكس تربيع؟ حكينا الاثنين بتنزل اللي هو الاس بينزل، وباخد منه واحد، يعني اثنين ناقص واحد واحد، ويساوي واحد ناقص ستة اكس، اللي هي هذه مين؟ المشتقة. طيب لو كانت عندي اف الاكس هي عبارة عن 2 اكس تربيع زائد اكس تربيع ناقص 4، ايش مشتقتها؟ ايش مشتقة حكينا الاقتران الخطي، هذا بنسميه ايه؟ جزء خطي لوحده، لوحده الخط، بس كلها هذه الدالة عندي هي اقتران تربيعي لأنه أعلى أس 2. مشتقة 2 اكس أس 1، حكينا لو كانت الاكس الأس لها 1 فمشتقتها على طول المعامل، هيها 2 زائد الاكس تربيع ايش مشتقتها؟ الاثنين بتنزل والاكس الاس جديد حيصير 2 ناقص 1 1 ناقص الأربعة، ايش مشتقة الاقتران الثابت؟ 0، ويساوي 2 زائد 2 اكس، هذه مين؟ هذه المشتقة لأف الاكس. طيب نيجي لو كانت عندي كثيرة حدود من الدرجة السادسة، ايش مشتقتها؟ نفس الخطوات السابقة، أول شيء الإكس الستة بتنزل مضروبة في الإكس أس مين؟ الأس الجديد اللي هو ستة ناقص واحد خمسة، زائد هاي الاثنين كمان هي اللي هي المعامل، بدي أنزل الأس اللي هو الأربعة، والأس الجديد اللي يصير أربعة ناقص واحد ثلاثة، زائد هاي الخمسة كمان هي، هذه الجزئية الأولى، هذه المشتقة الثانية، هاي كل واحدة لوحدها على حدة. حكينا الخمسة معامل الإكس تبعيد بتنزل كما هي، الثلاثة رح تيجي هان إكس، ثلاثة ناقص واحد اللي هي اثنين، ناقص أنا هان عندي سالب أربعة إكس أس واحد، مش هذه إكس أس واحد، حكينا لو كانت إكس أس واحد إيش مشتقتها على طول؟ اللي هي المعامل اللي عندنا هان، يعني سالب أربعة رح يطلع، أيوة بأخذها بشرطها. ناقص ايش مشتقة التسعة؟ صفر، مشتقة الاقتران الثابت صفر، ويساوي 6 اكس اس 5 زائد 2 في 4 8 اكس تكعيب زائد مين؟ زائد 15 اكس تربيع ناقص 4، هذا مين؟ مشتقة الاقتران اللي عندي. ممكن احيانا يعطيني بالسؤال اسم الاقتران اف الاكس، جي الاكس، ال الاكس، ام الاكس، يعني مش بالضروره تكون دائما اسم الاقتران اف الاكس. طيب لو كانت اف الاكس بدها تساوي اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 3، شو مشتقتها؟ اول شيء مشتقة الاكس تربيع 2 بتنزل مضروبه في اكس مرفوعه لاس 1، ناقص ايش مشتقة 5 اكس؟ 5 على طول حكينا الاس الاكس لو لها مرفوعه لاس 1 مشتقتها على طول مين؟ اللي هو المعامل لها، زائد مشتقة الثلاثه 0، وهذا هيعطيني 2 اكس ناقص 5. نيجي لاخر سؤال، لو كانت اف الاكس هي عباره عن اكس اس 7، اول حاجه بعملها بدي انزل الاس اللي هي 7 مضروب في اكس، الاس الجديد اللي هو 7 ناقص 1 اللي هو 6، ناقص نفس الشيء اكس اس 6، الستة بتنزل مضروبه في اكس مرفوعه للاس الجديد 6 ناقص 1 5، زائد 5 اكس، الخمسة بتنزل، الاكس مرفوعة الأس الجديد 5 ناقص 1 4، زائد 3 هي هذه المعامل كمان هي، مضروب في مين؟ في اكس مرفوعة للأس الجديد اللي هو 2 ناقص 1 1، زائد ايش مشتقة الواحد؟ 0، وهذا راح يعطيني 7 × 6 اللي هو 42 اكس أس 6 ناقص 6 اكس أس 5 زائد 5 اكس اس 4 زائد 3 اكس. طيب لو كان انا عندي مثلا اخر سؤال، معلش يعني اخر سؤال، لو كانت اتش الاكس اسم داله عادي مش مشكله، حكينا اسماء الداله ممكن يكتب لي اياها اف اتش جي جي ال ام اي شيء، اتش الاكس كانت جذر ل 2 اكس تكعيب ناقص
3 اكس تربيع زائد جذر السبعة، جذر السبعة وعشرين، جذر التربيع يبقى 27. شو مشتقتها؟ جذر الاثنين هذا يعتبر عدد، يعامل معاملة أي عدد، يعني يعتبر كأي عدد، هو مش جذر إنه هو يعني بده يروح أو بيصير إشي معاه. جذر الاثنين هي كم هي؟ إكس تربيع، إيش مشتقتها؟ اللي هي 3 في إكس أس 2. هذا جذر الاثنين هو معامل الإكس تربيع، وحكينا إحنا لما بدي أشتق أي كثير حدود سواء إكس تربيع أو إكس تربيع، المعامل له بيبقى كما هو وبقى مضروب في الإس اللي بده ينزل، بعد هيك إكس تربيع ناقص 3 إكس تربيع، هاي 3 مضروبة في مين؟ في الأس اللي هو الاثنين، مضروبة في إكس أس 1، زائد جذر 27 شو مشتقته؟ صفر. ليش؟ لأن جذر 27 يعتبر عدد اللي هو اقتران ثابت، طالما هو عدد فإيش مشتقته على طول؟ صفر. هذه اتش داش للإكس اللي هي مشتقة اتش بالنسبة لإكس. بعد هيك بدي جذر 3 ضرب 2 رح يعطيني 3 جذر 2 إكس تربيع ناقص 6 إكس. هذا هي مشتقة الاتش اللي موجود عندنا. هيك بنكون خلصنا المحاضرة. هيك بنكون خلصنا المحاضرة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. شفتوا بالمحاضرة اللي بعد رح ناخذ فيها الاشتقاق للدالة الأسية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.